السلام عليكم. من واحد جلسة جي تي دي كوريا بسم الله. المهم ان شاء الله جات عندنا قبل بوست. فهاد البوست ظهر من ميب ان ديال كوريا معروف، ما في لا نافيغاسيون لا والو، لا اب كونيكت لا والو، دي ام بي الراديو صافي، هادي معروفة ما فيهمش ريغلاتور دو فيتيس. المهم ان شاء الله نانستاليو ليه ميب 2 فور اكتيفاسيون سون جي بي اس، ونحاولوا نشوفوا حتى البورو يو اس بي واش كومباتيبل. ما كانش كومباتيبل اغلبيه كيكون ماشي كومباتيبل، كنبدلوا ليه ان شاء الله ديال كار بلاي حيت عنده ايفون. نشوفوا هادشي من بعد ان شاء الله. من بعد لانستالاسيون فهاد جولف سيت كوريا كما قلنا راه معروفين جي تي دي هادي. المهم ركبنا لها ليكتور كارطه وحده في 3، هذا هو ليكتور اللي فيها الهارمن ميب 1 5 جي معروف. وحيدنا ليها ركبنا ليها ميب 2 كومبوزيسيون ميديا في فول اكتيفاسيون، كان سميتو في عندنا في معاه البلوتوث والراديو درنا ليه لوكو ستاسيون قديناهم. قلبك تغدرني لا كوموند فوكال اكتيفيتي هي راديو 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 Et maintenant Station Hit Radio. Voulez-vous dire Hit Radio? Non, ligne 3. Ligne 3. U Radio. Ah, pour le test, alors, on dirait que c'est le test. Comme on a le logo de station que l'on a activé, on a le moniteur sport off-road. Activé. Sport. Goal 7. درنا لي 7 سنين. عندنا ان اب كونيكت اكتيفي افيك كار بلاي، شونجينا البور يو اس بي كما قلنا. خلا ليكرون ديالو مات 8 بوس باقا جديده مخيره حسن ما يشونجي البوست كامل. درنا لي كليك الكودينا ليه التليفون والميديا في الطابلو، تليفون والميديا. ريكيبيرينا لي مود كوندويت ديالو اللي كانو خدامين، باركينغ رادار و الكاميرا دو ريكول. اني على بروشين فيديو، الله يسخر مولاها. السلام عليكم.